ودلوقتي هنعمل مع بعض آيس بوكس كيك أو كيكة مجمدة في الفريزر مع التوت والجبنة الكريمية. بالنسبة مقادير الكيك، عندنا 2 كوب كريمة مخفوقة و 200 جرام بسكوت، وعايزين البسكوت يكون صحيح مش مجروش أو مكسر. وبعد كده للحشو عندنا 250 جرام جبنة كريمية، 2 كوب كريمة مخفوقة، 300 جرام مربى توت أسود أو أي نوع مربى إحنا بنحبه، وعندنا نعناع للتزيين. أوكي، الكيكة دي سهلة خالص، ما بتاخدش وقت، وفي نفس الوقت في الأكل بتبقى لذيذة، فإن شاء الله تعجبكم. هنرص البسكوت في قاع القالب اللي عندنا، وممكن نرصها على الطبق اللي هنقدم فيه على طول. أوكي، كده عملنا أول طبقة. دلوقتي نيجي للحشو. ناخد الجبنة الكريمية، هنعمها شوية بالويسك، وبعدين أضيف عليها مربى التوت وأقلبهم مع بعض. آخر حاجة هضيف لهم الكريمة المخفوقة ونقلبهم بالراحة علشان الكريمة تفضل هشة. أوكي، كده الحشو بتاعنا كمان جاهز. هاخد تقريبا تلت الحشو وأحطه فوق البسكوت. وأفرده. ونعمل طبقة تانية من البسكوت. وأحط التلت التاني. وأفرده. وهنحط طبقة ثالثة من البسكوت. وبعد كده نحط آخر كمية من حشو التوت والجبنة الكريمية. ودلوقتي الكريمة اللي عندنا هحطها في بايبنج باج وابتدي ازين بيها الكيك.
ودلوقتي هناخد الكيك بتاعتنا ونحطها في الفريزر. وعلشان نطلع الكيك هنستعمل البلو تورتش. ما حطيتش نعناع.